السلام عليكم شباب، معكم خالد وناصر من ديزرت داست. ها مرجان جيمنج. شنو؟ معكم خالد وناصر من مرجان جيمنج. صح مرجان. مرجان ايه، قناة غيرت صارت مرجان جيمنج. اوكي، نادر عندكم وايد اسئله اللي صار، يعني احنا شنو موقفنا اصلا، هلا الحين احنا موجودين بالقناة، وحمل اقول لكم يعني شو صار. اللي صار هو انطردنا وهو تغير، كان في هاي لا تذكرون، لا كان هو بطريق بس حصل جسمه الصجي، ما نعرف شلون ف هو طردنا صج، طردنا يعني طلعنا من القناة، رجع سيطرت ايه خلاص سيطرة. المهم طلع طردنا من القناة، لكن قعدنا يعني نسولف وحاول نقنعه، يعني نقول له اقتراحات حق الرد وشي، يعني ما سكتنا عنه. لا ما قل، يعني هو طردنا قلنا شنو، احنا كنا مسؤولين شلون ايه، احنا كنا احنا اللي كنا مسؤولين عن القناة، احنا كنا شايلين القناة، هو اللي يحشرها يقوم يسوي فيديوهات كذي، واحنا خاصة السبب الوحيد احنا كنا مخلينه لان ناس متابعين يعني كانوا يحبونه فكلمنا وشي، وقلنا اوكي ما عليه، هو يكون المدير احنا نكون الحين، بس على الاقل الحين في مكاننا نقدم. اول احنا كنا اللي ندير كل شيء، بس هو الحين يدير كل شيء، فاي بس قعدنا نتناقش. انا المسؤول، انت فهمون ايها الحمقى، سأؤدبكم تأديبا. فقعدنا نتناقش بس الحين هاللي صار يعني. يعني الحين بنكون موجودين لكن تحت سيطرة مرجان، واحنا بنشتغل تحت امره للاسف. ما يصير تقول شيء. ليش؟ ما يبغى اتفقنا. بنشيله في الادت. شنو؟ بنشيله في الادت عشان ما يشوف الفيديو. لا هو ما يشوف الردي. ما يشوف. هو ما عنده وقت يشوف. هو اصلا ما اقدر اسبب. متعجرف شوي. ما يطالع الفيديو، يطالع فيديوهاته بس، اهم شيء فيديوهاته. فعادي نقدر للحين عندنا الحريه ان نتكلم عنه، الا اذا تشوف الفيديو. ما بيشوف الفيديو يعني، بس هو اللي صار يعني. عموما بس قلنا بنعطيكم ابديت عن القناه وش صادها ان شاء الله، يعني هاي السيستم بيكون احسن اتوقع. يمكن مرجان يعني صدق بيدير القناه لشنو ما اعرف، لاعلى القمم. صح لا يمكن الغاية نحصل سبسكرايبرز أكثر وأسرع يمكن وشي. إيه لا تحاوتون شباب، نقدم لكم فيديوهات أحسن وأكثر من قبل، وإيه هاي كل شيء. بس تبي تقول شيء بعد؟ لا ما عندي شيء. بس يلا شباب، مع السلامة، نشوفكم في فيديو جديد. لا تنسون هالأشياء. لا صح. بس هالأشياء لا تنسون. مع السلامة.